نتيجه توسيع مساحات المزروعه بالاشجار المثمره خاصه الزيتون، وقع واحد المشكل فيما يتعلق بعدم وجود احواض التبخر باش تكون امكانيه معالجه النفايات اللي متاتيه من المرجان. الذي وقع هو ان خصنا نقولها ثلاثه الحوايج. اولا لم يتم احترام دفتر التحملات ديال معاصر الزيتون اللي جات من بعد قانون تاثير البيئه، وبالتالي حنايا اليوم اولا هذه مطالبه لان هذه مسؤوليه مشتركه ان يحترم الجميع ويعلم الجميع اننا ملزمين بتطبيق القانون، وبالتالي احترام دفتر التحملات اللي عليه دارت المعاصر معصرة خاصه في كل المجالات ديال الصراعات الزيتون او غيرها. المساله الثانيه، حنا ما جلسناش مقيدين الايدي، بل حنا درنا اتفاقيات جهويه على اساس ان نحد من هذا المشكل، لانه في كيمثل اشكال حقيقي، لانه فيه مواد عضويه تصيب مباشرة الموارد المائية. دار اتفاقية بين وزارية فيها وكتابة الدولة التنمية المستدامة، وزارة التجهيز والنقل، وفيها الماء، وفيها وزارة الفلاحة ب 100 مليون ديال الدرهم، وغتكون اتفاقية جهوية على أساس المعالجة والتثمين كما قلتم. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو أننا كل جميعا ملزمين في احترام التنمية المستدامة، واحترام خاصة التلوث اللي كيصيب الموارد المائية. وعندنا اصلا المرسوم، هذه الحكومه دارت المرسوم اللي كتحدد فيه الحدود القصوى في الصب في المنشأ في الموارد المائيه. في هذا الاطار حنا راه عندنا مخطط وطني للرقابه البيئيه، غادي نراقبوا 262 موقع.